تعال اقول لكم ازاي حضرت سبراي القضاء على القشره اللي بتزيد في فصل الشتاء. جبت 4 معالق كبيره زعتر مغلي بعد ما يبرد طبعا، وضفت عليه معلقه خل، طبعا مش هنكتر من الخل لان الخل قوي جدا على فربه الشعر. هتحطيه على جذور الشعر بس حتى لو باقي الشعر عليه قشره، وهتسيبيه لمده 20 دقيقه وبعدها تشطفيه بالميه. هتعملي الوصفه دي مره واحده بس في الاسبوع، واول لما القشره تروح خالص لازم توقفي الوصفه دي علشان كتر الخل ما يأذيش شعرك. وما تغسليش شعرك كتير، مرتين في الاسبوع بس، وبعدي عن مستحضرات التجميل اللي فيها زيوت صناعيه. الوصفه الثانيه هتجيبي ازازه وهتملي 3 ارباعها ميه، وهتضيفي عليها معلقه كبيره خل تفاح، طبعا نفس الشيء مش هنكتر من الخل، وممكن تضيفي نقطتين بالعدد زيت نعناع لانه مفيد جدا للقضاء على القشره. هتبتدي توزعيه على جذور الشعر، واهم حاجه الشعر يكون نظيف، وبعدها هتبتدي تعملي مساج لفربه الشعر، وبعدها هتسيبيه 10 دقايق وهتشطفيه بعد كده بالميه. ومهم كتير نختار نوع شامبو مناسب للقشره. وبس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وفولو وشير عشان يوصلكوا كل جديد.